ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. التدريبات المعروفة ب يعني بالسمول سايد جيم مثل 2 ضد 2، 3 ضد 3، 4 ضد 4، وتنتقل للخمسة ضد 5، هذه التدريبات دائما ما أراها تنفذ من الثبات، يعني ينطلقون 2 مدافعين، ينطلقون 2 مهاجمين، يهاجمون هدف أو هدفين، وهذا ما يسمى بالواقع ما يسمى بتنفيذ التدريب من الثبات. ليش من الثبات؟ لأن اللاعبين ثابتين خارج الساحة، يتحركون داخل الساحة، مجموعة لاعبين يسلمون كرة، يهاجمون الفريق الآخر، في فريق مدافع فيها. هاي جيدة، تمارين جيدة، وإحنا كنا يعني اشتغلنا عليها لسنوات طويلة، لكن استحداث مواقف لتطوير هذه الفعاليات مهم جدا. هاي المواقف تتعلق بإيش؟ تتعلق بما يعرف، أنا قلت أولا اللعب باتجاهين، وثانيا اللعب مع التحول. لابد أن تربط هذه التمارين مع التحول حتى تصل إلى الهدف المنشود من التمرين، وهو الترانزيشن بين الدفاع وبين الهجوم. لكي أوضح الصورة أعطي مثل بسيط. وزع اللاعبين على هاي الساحة، طبعا هاي الساحة 30 في 40، بالنسبة للكبار الصغار تقدر تصغرها 20 إلى 30 حسب قلنا الأعمار، الخبرة، المستوى. ويحدث في هذا التمرين الحراس عندهم الكرة يبدون بالربط، هذا يبدي مع الأصفر، هذا يبدي مع الأزرق. الأزرق يبني هنا اللعب، الأصفر يبني هنا اللعب. الأصفر يفقد الكرة للأزرق، والأزرق يفقد الكرة للأصفر، حولا في لحظة بسيطة تتحول الوضعية إلى 2 ضد 2. هذا يسموه تدريب 2 ضد 2 من التحول. مجموعة أزرق تهاجم الهدف واحد، ومجموعة أصفر تهاجم 2. زين، فيكون التمرين جدا بسيط، وتتكرر هذه تتكرر هذه تتكرر هذه إلى فترة معينة، ثم نساهم بتطوير التدريب، نعمل تدريب يسمى لصالح الفريق المدافع، نضع فيه الزيادة العددية لصالح الفريق المدافع، فيصير 2 مهاجمين ضد 3 مدافعين. بما أنه الأزرق لاحظ يهاجم هذا الهدف، إذن الثلاثة دول يدافعون عن هذا الهدف، وبالعكس الأصفر ذولا شوف سترايكر يهاجمون هذا الهدف، ذولا اللاعبين يكونون مدافعين ثلاثة. ممتاز، فنشوف بقية 3 ضد 2، شوف، أو 2 مهاجمين ضد 3، شوف الوضعية 2 مهاجمين ضد 3. يعني الآن أنت عندك الأصفر هنا يدافع بثلاث لاعبين، لكن الأصفر هنا يهاجم بلاعبين، الأزرق هنا يهاجم بمهاجمين فقط، بينما يدافع هنا بثلاث مدافعين. فأحدثنا نوع ما يعرف بتدريب المجاميع الصغيرة بالألعاب المصغرة على هدفين من خلال التحول، وهذا التحول مهم. الآن بعد أن ننتهي نلعب 5 ضد 5، تنتهي المشكلة، يكون دربنا تدريب جيد إضافة إلى بقية الفعاليات. الآن ربط في ساحة الأصفر، ربط في ساحة الأزرق، يتعمد الأصفر يفقد الكرة الأزرق، يتعمد الأزرق يفقد الكرة الأصفر، ويبدأ اللعب 2 ضد 2. كرر 2 ضد 2، كرر. ثم انتقل، عندك لاعبين برا، انتقل لإعطاء ادفانتج لاي من الفرق، تريد تعطي ادفانتج للفريق المهاجم، الازرق يدخل ويا الازرق المهاجم، تريد تعطي ادفانتج للفريق المدافع، الاصفر يدخل ويا فريق المدافع، او الازرق يدخل ويا فريق المدافع، وهكذا انت اللي مسيطر على التمرين. فاحنا هنا نلعب، نستمر على اللعب، قلنا الان ندخل بوضعية 3، أنا فضلت أخليها لصالح الفريق المدافع. هنا بناء، كل واحد يبني بساحته، هنا فقدان للكرة، هنا التحول للهجوم. شوف صار 2 ضد 3، أنا هدفي من التمرين هو إحداث زيادة عددية على الفريق المهاجم، فخليت الأصفر الثالث يدخل ويا الفريق المدافع،
وخليت الأزرق الثالث يدخل ويا الفريق المدافع. إذا ردت أنا أسوي الأدفانتج لصالح الفريق المهاجم، أخلي الأصفر يدخل ويا الأصفر الثالث اللي برا كان، أخليه يدخل مع الفريق المهاجم، يصير الفريق المهاجم الأصفر زيادة على دياله، والأزرق هنا الثالث أخليه يروح ويا هذا الفريق ويا المهاجم، فتصير وضعية 3-2 لصالح الفريق المهاجم. انتبه عليها. ليس المهم ما تدرب، المهم كيف تدرب. يعني هاي التمارين اللي أنا يعني أسعى جاهدا لأن أوصلها إلى فكر المدرب، يعني مهمة جدا حتى نغير من نمط التدريب. ثم بعد أنت تخلص من تمارينك، أنت بنفس الساحة عندك 5-5 حارس بحارس، تلعب 6-6 على الهدفين، تحاول تطبق ما جاء في الفعالية الأولى اللي يسموها، يعني اللي أنا أسميها التدريب الوظيفي. فلاعبين من مكاناتهم ينفذون ما مكلفين به، ولا ينسون أنه يحاولون بين الحين والآخر أن يطبقون ما طبق بالفعاليتين السابقتين. فالتدريب بهذا الشكل يدخل عليه ما يعرف بمصطلح التحول. يعني صح احنا نلعب 2-2، لكن منين جت 2-2؟ من خلال التحول، الفريقين فقدوا الكرة. يعني احنا اعطينا بالجانب التعليمي انه المناولة الثالثة تفقدها، تعطيها للمنافس وتتحول كفريق مدافع، وذاك اللي استلم من عندك يتحول الى فريق مهاجم. فالازرق اللي استلم من مدافع منافس اصبح مهاجم، والاصفر اللي استلم من مدافع منافس اصبح مهاجم، وتنعكس الادوار. وهذه المساله الان تلعب دور حاسم في تنميه ذهنيه اللاعبين بالتحول، يعني ترانزيشن نسميه، من دفاع للهجوم، من هجوم للدفاع، او نتكلم عن اللحظات الثلاثه في كره القدم. هذه تطور سرعه ردود افعال التحول عند اللاعبين، لان التحول الان تقريبا المبدا الحاسم في كره القدم. كل ما كان التحول سريع وذكي، كل ما كان الفريق بجانب الفوز، كل ما كان فريق احسن، كل ما كان الفريق اكثر قدره على تطبيق التكتيك واستغلال فرص عدم توازن الفريق المدافع او بطء الفريق المدافع، والعكس صحيح. يعني شوف الثيمة كيف انا اعملها، ما اعملها من الثبات، اعملها من الحركه. يعني فدائما هنا نلعب 5-5، هنا نبدي يبنون الفريق الاصفر 5-6-3، يبني الفريق الازرق 2-6-4، يفقدون الكره، الان يتحول الفريق الاصفر للهجوم 6-4، يتحول 3-6 الازرق للهجوم ضد 2، ونكرر وندخل 2-5 اللي واقفين ينتظرون، نبدلهم يعني، ونكرر هذا اللعب. مهم جدا هذا التدريب لوضعيه 2-2. ثم الان عندنا موقف حاسم انه خلال وضعيه 2-2 الان نفقد الكره. الان شوف خلال فقد الكره عندنا لاعبين اوتسايد شانو ينتظرون، الان يدخلون. فانا هاو تو كوتش ان اردت اعمل ان اردت اعمل الادفانتج لصالح الفريق المهاجم، اللاعب الثالث ادخله ويا الفريق المهاجم للفريقين يعني. وان كنت اريد اعمل الادفانتج لصالح الفريق المدافع، اللاعب الثالث اللي كان ينتظر من وضعيه 2-2 كانت عندنا، ينتظرون لاعبين برا، دول ادخلهم لصالح الفريق المدافع. فالزياده العدديه اللي احدثها تعتمد على التوبكس مالي، تعتمد على العنوان التدريبي مالي. فانا تحولت من 2-2 دايناميك بي ترانزيشن الى وضعيه 3-2، اما لصالح الهجوم اريته او لصالح الدفاع. هذا المفهوم اللي سالني عنه احد الاخوه وقال لي دكتور موفق فهمني شنو موضوع ليس المهم ما تدرب لكن المهم كيف تدرب. هذا الموضوع اللي يمكن انا الان اليوم وضعته بهذا التمرين لافهمك. مو المهم ان تحط 2-2 خارج الساحه، تعطي 2 كره يصبحون مهاجمين،
يدخلون ذولاك الاثنين مقابلهم يصبحون هذا التمرين تمرين ثابت من الثبات. يعني ما له علاقة في كرة القدم كثير. العلاقة في كرة القدم عندما أثناء اللعب يصير التحول بالوضعيات من دفاع إلى هجوم. يعني الآن خلينا نحط مبدأ في رابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم وفي المدربين اللي تابعوني على صفحتي تطوير فكرة التدريب للمدربين العرب، أنه وضعيات التدريب اللي بها حتى الواحد ضد واحد، اثنين ضد اثنين، ثلاثة ضد ثلاثة، أربعة ضد أربعة، اجعلها تحدث مباشرة بعد ما يعرف بالانتقال أما من الدفاع للهجوم أو من الهجوم إلى الدفاع. كل الفلسفة التدريبية لهذه الوضعيات اللي سميتها أنا ألعاب مصغرة أو مجاميع صغيرة تعتمد على التحول. إذا أنت كمدرب وضعت التحول كمفتاح رئيسي لتدريبك تكون مدرب متطور، مدرب جيد، وتستحق أن تدرب أي فريق بأي مستوى عمري. فثلاثة ضد اثنين الآن حطيتها أنا، شوف ثلاثة لصالح الفريق في المدافع لأن الأصفر يدافع عنها، وهنا لصالح الفريق من هذا. فاثنين ضد ثلاثة. أما أذكرك إذا ردت أني أحط الفائدة لصالح الفريق المهاجم، فخلي اللاعب الثالث اللي برا يدخل مع الفريق المهاجم، فيصير ثلاثة ضد اثنين لصالح الفريق المهاجم. فهنا أنا دائما خلنا واحد أصفر ويا دولة يصير ثلاثة ثلاثة ضد اثنين، ولا دخلنا أزرق ويا دولة يصير ثلاثة، يعني الثلاثة هذا إذا ردنا لصالح المهاجمين ينطلق من مكانه يجي هنا، وبالعكس هذا اللاعب اللي هنا انطلق من هنا أربعة يمكن أن ينطلق هنا يصيرون ثلاثة ضد اثنين، لأن الفريق الأزرق هنا هو المهاجم، الفريق الأصفر هنا هو المهاجم. فوضعية الزيادة العددية تتحكم بها من خلال التعليم أو من خلال ما يعرف ب how to coach not what to coach. أرجو أن يؤخذ هذا الكلام بالاعتبار في بناء وحدات تدريبية عند المدربين العرب. نلعب خمسة ضد خمسة وينتهي الموضوع. هذا موضوع مهم، ناقشوه وطبقوه وشوفوا مدى الفائدة العظيمة من عندنا. بناء كل فريق بنفسه يفقدون كرة يتحفظون فيها ضد فيه. ستة يهاجم الهدف واحد أو ثلاثة، وأربعة وستة يهاجمون الهدف اثنين، بسيطة تتكرر العملية. ثم بعد ذلك قلنا اثنين وخمسة عندنا ظلوا برا في الخارج، فإذا عملناها ادخلناهم باللعب يصير ثلاثة ضد اثنين. اتريتها لصالح الفريق المدافع هذا الخمسة يروح ويا فريق المدافع، وين الفريق المدافع مال الأصفر؟ هنا أنا يروح ونفس الشيء عندنا اثنين هنا بقى خارج يدخل مع الفريق المدافع هنا، فيصير ثلاثة لصالح الفريق إدارة صالح الفريق المهاجم. هذا رأسا اللي هنا يدخل مع ذولا، يعني زملاء المهاجمين ذولا ثلاثة مثلا ستة، ويدخل اثنين وياهم يصيرون ثلاثة ضد ذولا اثنين، وهذا الخمسة اللي باقي برا يدخل مع الأصفر فيصيرون ثلاثة هذا وهذا طبعا، وهذا يعني يصيرون ثلاثة وأربعة وخمسة ضد لاعبين من الفريق الأزرق اللي هم خمسة وأربعة. فهنا ثلاثة يصيرون مهاجمين لصالح الفريق الأصفر، وهنا ثلاثة مهاجمين لصالح الفريق الأزرق في حال أنت قررت أنه الزيادة العددية تكون لصالح المهاجمين والعكس صحيح إذا تريد الزيادة تكون لصالح المدافعين. هذا تمارين، هذه مجموعة من التمارين الجيدة، مجموعة من التمارين. لاحظ الآن أنا دخلت اللاعبين لصالح الفريق اللي يسموه المدافع، أحدثت زيادة لا أحد ثلاثة وراح أحد خمسة وراح، فيكون هناك زيادة عددية لصالح الفريق المدافع. إحنا سجلنا هدف بس صعب أنه تارهم اثنين يسجل هدف، بس لتحفيز المدربين والقراء والمشاهدين على هذا النوع من التمارين. أنا دكتور موفق المولى، هذا برنامج لتطوير فكر التدريب العربي، وهو برنامج مهم لرابطة المدربين المحترفين العرب لكرة القدم. شكرا جزيلا وجمعة مباركة بإذن الله تعالى. ينضد اثنين
حاولت الى ثلاثه